يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني، ومدوبني الحنين يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير، متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين، متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين، ولا قادر تلغي بيتكو يا ابويا اشرب من بحر تاني يا عين، ولا قادر تلغي بيتكو يا ابويا اشرب من بحر تاني يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير، ترميني المجادير، ترميني المجادير. اهلا بيكم. وانا كل ما اقول التوبة، رائعة الفنان عبد الحليم حافظ، والعبقري في الموضوع دوت كان بالإضافة طبعا للملحن بليغ حمدي، الموزع الموسيقي علي إسماعيل. علي إسماعيل عمل من الأغنية ديت أغنية شعبية، أول مرة في تاريخ الأغنية الشعبية تتوزع الأغنية الشعبية بأوركسترا، وعمل لها توزيع هارموني مظبوط ماشي معاها وجميل جدا، بس كان غريب في وقتها لدرجة أن الناس، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي اللي كتب الكلام، زعل جدا من بليغ حمدي ومن علي إسماعيل ان هم عملوا البوظوا الأغنية الشعبية كده، وزعل من عبد الحليم حافظ ازاي واحنا بنعمل مواويل واحنا بنعمل حاجات غير كده خالص اللي انتوا بتعملوه دوت. وكانوا البليغ حمدي وعلي إسماعيل عندهم رؤية مستقبلية أداها عبد الحليم حافظ، وعملوا أغنية لازالت حتى الآن عايشة القرن 21 بنذاكرها وبنحبها وبنحاول نعملها. طيب انا كل ما اقول التوبة هي من حجاز السي، انت ممكن تعملها من حجاز اي نوتة تانية، حجاز نغمة السي اللي هي بي يعني، هي من حجاز البي، انت ممكن تعمل من الاغنية دي من اي مقام انت عايزه من حجاز، بس اهم حاجة تبقى من مقام حجاز. بيميز المقام دوت في النوتة ديت بالذات او في الاغنية دي بس انها عندي الكورد البي ميجر والسي ميجر، والسي ميجر بيتصرف يرجع تاني على البي، وده ميزة الحجاز او اللي هو السلم الفلامينكو. بتلاقي الفلامينكو ده ما في نص تون كده ما بين النغمة الاساس والنغمة اللي بعدها، هو ده اللي بتحاول النغمة اللي بعدها عايزة تتصرف ترجع تاني للاساس، فهي يعني سلم فلامينكو حلو جميل كده اللي هو سلم الحجاز بتاعنا. فاحنا عندنا الكوردات اللي موجودة عندنا هنبدأ بيها الكوردات بتاعت اللازمة الموسيقية.
اللازمه الموسيقيه اللي احنا سمعناها في الدخله بتاعتها اللي معموله بالجيتار السولو، هناخد السولو بتاعها بس في حلقه تانية يعني. بتبدا بالكورد البي اللي هو الاساس اللي هو انا هبدا عليه وهنهي عليه الاغنيه. دايما قاعده في الغنى ان بتبدا على الكورد، غالبا الكورد اللي انت بتبدا منه بيبقى هو الكورد الاساس، والكورد اللي انت بتنتهي عنه بيبدا الاساس. دي قاعده كلاسيكيه، بس خلي بالك في الموسيقى ما فيش قواعد، انت ممكن تخترع حاجه تطلع حلوه، بس هي القواعد دي عشان اغلبيه الناس لو عملت كده هتعمل حاجه كويسه. فهنبدا بان اللي هي اللي تيجي حته الموسيقى اللي في الاول، تارارارا 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 تا تا، دي عباره عن بي. بحاول اعمل الباري اللي هو الكورد، الباري كورد او البار كورد بحاول اعمله. بحط صباع على الخانه اللي هي الفا دييز او الاف شارب، وثلاث صوابع بحاول ان انا اعدي خانه واحطه. اتمرن عليه، هو مؤلم شويه دوت. اهم حاجه النوته بتاعتي اللي هي بي اللي هي هنا على الوتر الخامس، هي دي الاساس بتاع الكورد بتاعك. لو انت عاوز تعمله كده عباره عن صباع واحد على الخانه البي دي، والثلاث صوابع التانيين على اللي هم اللي هتبقى عندك الاف شارب وعندك البي وعندك الدي شارب. ممكن كده لو انت مش عاوز تعمل الباري كورد يعني. ترارارارا 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 ترارارارا، هو نفس البوزيشن حركته بس نص تون ورجعته تاني. طيب اكرر نفس الجمله تاني، ترارارارا 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 اي ماينر وعندك اي ماينر ترارارارا 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 ترارارارا. انا عزفت الاغنيه في التسجيل، عزفتها بجيتار الكتريك، فانا بعملها هنا على جيتار كلاسيك او فلامينكو عشان تعرف كل الجيتارات ممكن تعمل اي حاجه. تاني جزء بيبقى اللي هو ترارارارا ترارا ترارا ترا تا تا، ده عباره عن اي ماينر ترارارارا سي ميجر ترارا دي ميجر ترارارا وارجع البي ميجر ترارارارا ترارا ترارا ترا تا تا. طيب في الاخر بقى القفله بتاعتها ترارارارا تا تا ترا 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 ترارارارا تت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 
وبتحرك معاهم اللي هي التقطيعه ديت. نعمل بقى كل الدخله اللي في الاول ترارارارا 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 هيبدأ الغنى عبد الحليم حافظ. وانا كل ما بقول التوبه يا ابويا، دي مزورتين، ترمين المزوره مجاديري يا عين، دي ميجر، سو بي ميجر مزورتين، سي ميجر مزوره، دي ميجر مزوره. ممكن اعملها كده كمان، مزورتين هنا ومزوره هنا الاوبن بوزيشن، وانزل على هنا على المزوره. وانا كل ما بقول التوبه يا ابويا ترمين المجادير يا عين، وحشان عيون السودا يا ابويا ومدوب من الحنين يا عين. بكررها تاني. طيب بيعلى بقى الحته العاليه دي بقى. وانا كل ما بقول التوبه يا ابويا، كل ده بي ترمين، ممكن اعملها وانا كل ما بقول التوبه يا ابويا، كل ده بي ترمين المجادير يا عيني، سي ترمين المجادير يا عين، كل ده دي
وحشاني عيونه السودا يا ابويا سي حنيني يا عيني دي دوبني الحنين يا عين وانا كل ما جودي بي توبة يا ابويا ترميني السي بي. طيب هندخل على الكوبليهات. متغرب والليالي يا ابويا كل ده بي مش سايب من نفس البوزيشن هطلع على اف شارب 7. متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين. الاغنيه دي بالذات انا تعمدت احط فيها الكوردات اللي هي الباريكورد ديت علشان انت تتعود لما تيجي تعزف الاغنيه كلها من الباريكورد ديت هتحاول تريح صوابعك جزء من الثانيه. يعني بتعزف وانت بتقطع قطيعه دي بتفصل كل عضلات ايدك في لحظه التقطيعه دي وده اللي بيريح عضلات ايدك بتفضلش ماسك ايدك مش هتقدر تستحمل الثواني دي كلها انك انت شغال على الباريكورد فتحاول انك انت بتريح. لو تاخد بالك من صباعي اللي ورا صباعي اللي ورا بيتحرك بره المسطره ويرجع تاني اللي هو يريح عشان يريح العضله. المسك ده ما بيفضلش ممسوك على طول بتيجي لحظه انك انت بترخي ايدك وتريح بس ايه يعني مش بتشيل ايدك من على الجيتار بس بترخي ايدك عشان تقدر تواصل في انك انت بتعمل الكورد اللي هو صعب جدا على عضلات صغيره زي عضلات الايد. متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين. لو تاخد بالك كمان صباعي اللي ماسك العافق اللي هو المسطره اللي عاملها مسطره عشان يقفل الباريكورد ده يا دوبك ورا الفريت او يمكن على الفريت عشان يكون اسهل بوزيشن ان انا اقدر امسك الاوتار كلها وترن معايا. الجزء الثاني من الكوبليه والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعته دي ميجر والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني سي ميجر والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادين ترميني المجادين ترميني المجادين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عين. طب الايقاع بتاعها الايقاع بتاعها حاول تعمل انت الايقاع نفسه بتاع السرعه بتاعه الاغنيه نفسها واستعمل الصباع الابهام دوت في النغمه اللي هي البيز والبقيه الايد او صباع من الايد او صباعين من الايد او ثلاث صوابع من الايد في انك انت بتعمل التك او اللي هي العكس بتاع الايقاع اللي هو الاوف بيت. فممكن نعمله كده وانا كل ما اقول حاول تتمرن مع الايقاع ده دوم تك تك 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 دوم تك تك. ما تغيرش الكوردات لسه جرب الاول تمشي الايقاع شويه وبعد كده هتلاقي ان الكوردات بدات تمشي مع الايقاع واشوفكم الحلقه الجايه.